سيدي قناة شوف تابع، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. من الآن كنتواجد مع أم نجاة، يعني هاد السيدة هادي كتسكن في عين عودة، هرب عليها راجلها وخلى ليها بنيتها نجاة عندها عامين ومريضة بالقلب. يعني جات من عين عودة حتى لهنايا باش دير لها عملية، ولكن ماشي في الاستطاعة ديالها. طالبي لها في العملية 7 مليون ونص، 75 ألف درهم اللي طالبين لها. نخليكم مع أم نجاة تقولي لنا شنو كاين. السلام عليكم. عليكم السلام. قربي منك هذا، خليهم من الاخرين. السلام عليكم. واخا شنو سميتك؟ الهام. شنو هو المشكل اللي عندك؟ عندي مشكل، عندي بنتي تنعاني معها دابا مني تزادت، وهي تنعاني معها مريضه بالقلب، ودرت ليها العمليه الاولى ونجحت ليها في هذا الكلينيك ديال عبيد الله والحمد لله، ودابا هي خاصه عمليه اخرى. وما في اقرب وقت يحقش القلب ديالها تنفخ ليا وتترعف وتتنزف ليا من الدم، ودابا قال لي الدكتور خاصها دير العمليه في اقرب وقت. منين جيتي انت؟ دابا انا جيت من عين عوده. الاب ديالها ما كاينش الاب ديالها، ودابا انا اللي مكلفه بها انا كل شيء. الاب ديالها هرب وخلى لك هو ما حقاش، ما خدامش، ما تيخدم، ما هاش مسؤوليه، ما هاش بزاف الحوايج صافي. ودابا انا عندي الدريه، عندي هي المهمه دابا اللي كنشوف المحسنين تتشوفوا فيا. انت كتعاني مع علاجات من اللي تزادت؟ شحال عندها دابا؟ دابا عندها عام، دابا كملت عامين، وانا دابا تنعاني معاها، ودابا عندها القلب وما تنخلي فين نديها. والسويسي انا صافي ما بقيتش نمشي ليه، لحقاش ما عنديش باش امكانيات باش نعس في السويسي، وباش يديروني تقولوا لي عندك على الراميد ما عندكش ما يديروا لي. شنو المشاكل اللي كتلقاي مع نجاة؟ نجاة تلقى معاها ما خصهاش، دابا انا جبتها دابا هي دابا خاصها، دابا اللي جبتها غتخنق ليا، غادي يضربها البرد، غتخنق في الوقت البرد، خاصها ما يضربهاش البرد فوق الشتاء، فوق الصهد عاوتاني ما خصهاش الصهد بزاف. وتنعاني معاها ولكن الحمد لله. شنو خاصها نجات اليوم؟ دابا نجات خاصها العمليه ديال القلب، وانا ما عنديش. انا دابا عاد خرجت من عند الدكتور عبد الله من الكلينيك ديال الشفاء، وقال لي خصك ديري لها العمليه. شحال طلبوا لك اليوم؟ طلبوني العمليه 7 ونص. 7 مليون. 7 مليون ونص. كيف غديري لها؟ ما عرفتش كي غندير ليها، ما عرفتش، راسي ضغط وبزاف د الحوايج. تشوفي بنتك غتضيع وبزاف د الحوايج، وانا ما عنديش الاستطاعة باش غادي، باش ما عنديش الجهد. كون كان عندي الجهد كون كان تنقول كون كان انا مريضة وهي تبقى صحيحة، ولكن ما عنديش، ما عندي الله سبحانه وتعالى. الله هو كل قادر على كل حال. خوتك وخواتاتك؟ انا هي الكبيرة في خوتي. ما يعني ما كاينش شي واحد غيعاونك؟ لا ما كاينش. 7 مليون ونص قاصحة، وخا يبغوا يعاونوك ما غيعاونوكش في 7 مليون، قاصحة. وانا عكارية وبزاف د الحوايج. ملي كتشوفي بنتك تضيع قدام، يعني تنشوفها تضيع نهار على نهار، وعند القلب واحد البلاصة ديال القلب تمنفخ عليها، يعني تشوفيها نهار على نهار وهي تتنفخ عليها. العملية خاصة في أقرب وقت؟ العملية خاصة في أقرب وقت، خاصة تدخل اليوم كان عندي الفلوس ندخل اليوم قبل الغدا، ولكن ما عنديش. ما لقيتش ليه الجهد. شنو النداء ديالك اليوم؟ تنادي الناس المحسنين يعاونوا بنتي ويديروها اختهم ويديروها بنتهم. باقة صغيرة؟ باقة صغيرة. ما اش نقول لك، ما عرفتش يديروها بنتهم، يديروها اختهم، يديروها بزاف الحوايج، يعني بحال يرحموها. انا ما بغى من الدنيا والو. بغيتيهم يعاونوك؟ بغيتهم يعاونونا في بنتي وصافي. واليوم الجمعة اللي عاوني وعاون هاد البنت ورد ليها صحتها ونشوفها تتقرا وتنوض، وراه عنده بيت في الجنة. حقاش راه اعتق واحد البنت، يعني اعتق ليها الروح ديالها، وهادي راه عنده حسنة قدام الله سبحانه وتعالى. حتى
شحال نمره ديال التليفون ديالك الا بغيتي تعمل شي حاجه؟ راه مقيده تماك في هذاك. تمشوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في. هذه القصة ديال أم نجاة، يعني بنتها كتشوفها كتضيع قدامها وما قدرة دير لها حتى حاجة، يعني 7.5 مليون صعيبة على إلهام، والزوج ديالها هربان عليها، يعني هو اللي خصو يعاونها وخصو يشوف من حال بنته. يعني واخا يكون كاع ما عندوش باش يعاون، حقاش هادي النمرة ديالها 06 89 36 88 79. هاد السيدة جاية حتى لهنا لكازا، يعني بالقرب من مصحة الشفاء، وخاصها العملية ب 75,000 درهم، يعني في أقرب وقت.